راشد 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 على بالك يدوك احرش من الهات على بالك راشد راشد والله يعطيكم الصحة المشكل والله على بالك عندي بقرف على بالك حتى انا غدا الصباح بقرف ان شاء الله اسمع راك موجودين تما والحليب والله يعطيكم الصحة شوف شوف حاشاكم عندي بقرف علي سيرجي يقعد معنا اسمع يقعد معنا ساعة في والله شوف يا جماعة يا جماعة بعد ساعة ما إن شاء الله مازالوا لي ما شاء الله وبرب إن شاء الله نرجع عندكم وأنت عارفوا لي نرجع بإذن الله نرجع وأنت عارفوا لي بلي عندي كلمة واحدة ماشي زوج يعطيكم الصحة تبارك 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 يلا حول المحل بارك الله فيكم صحيح صلاح اليوم بديت إضرابة عام 29 يوم باهل الجزائر حرة والشعب الجزائري حر ما يموت في البحر ما يدخلوا في الحبس أنا قعدت 14 شهر ونص في الحبس ونقول لكم صراحة شفاء الحبس ما شاء الله أو في القريعة أو هنايا في البلدية ما شاء الله الناس كاع ولاد فاميلا ونشكرهم ونشكرهم وخاصة نشكر المدير تاع الحبس هنايا في الأوبيوس سيدي الشيخ ما شاء الله البارع جابني ستة طبة ستة سي ميدسا ما شاء الله فاتوا عليا كل شيء صح عندي مشكل كبير مع البروستات يعني تكونفلات على 46% في هذو 50 يوم لانه ما بغاوش يجيبوا له طبيب بصح الحمد لله الحمد لله واحد يموت في بلاده وما يموت في الخارج وبارك الله فيكم والسلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله وراح سلام بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه شيخ سليم هيا روح ماشي غير ثني رضي ماشي